اكثر شيء انه معروف بالعراق ونوعيه هي موضوعه الزهدي. نعم. ليش العالم متجهه الى الزهدي منذ سنوات، منذ اليوم يعني عقود اكثر العالم تستخدم او تزرع الزهدي وتنتج الزهدي، شنو السبب؟ شنو المميز بهذا النوعيه؟ الزهدي يعني ما يحتاج صعده واحده. يعني قطافه مره واحده، ما يحتاج يد عامله او كلفه. يعني تعرف جنابك الان نعاني من شحة، يعني نسميه الصاعود اللي يصعد النخلة. أي. وبالإضافة قليلين؟ إلى قليلين طبعا. نعم. يعني أكثرها اللي راح للجيش واللي تعين. راح يتعين. أي. يعني ترك هذا المجال، شافه غير مجدي حقيقة. صحيح، هو ذا بالبستان ما يربح. يعني يربح. وبعدين الزهدي يتحمل ظروف الخزن. اها. اي يعني افضل من غير نوعيه طبعا، ما يتلف. يعني من تخليه يعني يقدر المزارع نفسه يخزنه بدون يعني كلفة براد أو تبريد أو تعفير إلى آخره، رأساً مباشرة. بالإضافة إلى يدخل بصناعات يعني الدبس المدقوقة.